الطماطم امبارح ب 2000 جنيه الليله جناب ب 50 مليون حر. البطاطس كانت 3000 الليله الكيلو ب 500 جنيه عشان هذا بقى وفي ناس شغالين كيلو ونص ب 1000 الاسود لقيناه زايد اي حاجه زايده والله الناس التجار ذاتهم يستغلوا الوضع في حاله زي دي ها بدل ما كيلو الطماطم بيخلوا لنا ب 1000 جنيه ها المواطن بيجيبها من وين؟ المواطن بيقول شنو يا جماعه يا هم التجار المفروض يقفوا مع المواطن مش يقفوا ضد المواطن هسه هنا واقفين ضد المواطن هذا البلد البلاء والغلاء والكتل احنا يا جماعه ما قدر الكلام اي حاجه بي. الناس وقفت عيشتنا وقفوا معيشتنا يا اخي معيشتنا والله وقفوها الواحد هسه انا جاي من الوادي الاخضر مشيت عشان مدرمان اجيب بضاعه راكب مواصلات ب 15000 ذا الحالة يا مان ربنا يصلح الحال يا اخي يوقفوا الكتل الموت بنشوف هسه انا جاي حاليا بشوف في الناس ميتين مجدعين العساكر يا هدير والله في الزلط